كل كنت ما اشوفك كده مع واحده من الاشكال اياها كان قلبي بيتقطع عليك. مقضيها انت كنت كل يوم مع واحده واحده كل يوم مع واحده. خلاص بقى قلنا تبنا الى الله تبنا الى الله تبنا الى الله. الله اكبر اللهم صل على النبي. يا حلاوتك يا جابر ربنا لا ينشف زي الست اللي نشفت جوه. خساره خساره في اهل العروسه يا اخويا كده مناخيرهم فوق كده في السماء وطعم كده كلامهم سايح كده ونايح زي طعم السمنه بتاعت الاوتيل اللي هنا ده رخمين قوي. لحقتي تقلبي ده انت اللي مختاراه. ما هو ده اللي مسكتني كده. انت ساكته. اوبا العريس العمر ده يا خلاص يا ناس. عريس عريس مين ده؟ يا ابني اختك المصونه. إيه؟ عريس عريس بت إيه؟ انا مش قلت لك بلاش العريان ده يا بت قبل كده؟ في ايه يا دينا؟ احنا فرح يعني ما تفكيها شويه وبعدين تعالي شوفي عروسه اخوك يعني لابسه ايه. عروسه اخوها لابسه ايه؟ لابسه ايه عروسه اخوها؟ كورنيش مفتوح رايح جاي يا برنس. كورنيش مفتوح رايح جاي يا برنس. قمر يا اخواتي قمر قمر مانيكان. ايه الجمال ده كله؟ حلوه زي ماما بس حاساه قافل الصدر زياده شويه. لا لا تحفه. ده ديزاينر ما عملش منه الا نسخه واحده وخلاها باسمك. كان نفسي يكون مني فوق الركبه. لا 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 بقى ده يبقى سكسي قوي 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 والعريس ايه يجي له هوس. الله 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 الله. هو حد قال لك يا هانم ان الزقف على البلاج؟ مالك يا بيبي في ايه؟ بيبي انت بتقول لي بيبي. استغفر الله. ردي يا حاجه بتقول لي بيبي. استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله العظيم. اسمعي يا حبيبتي الجوازه دي تمت لما عديتي على الجهاز. عديتي مره واثنين وثلاثه يا حبيبتي ومفيش اي حاجه بصراحه صفرت يعني. انما دلوقتي تطلعي مخبيه استغفر الله العظيم كل الحاجات دي يعني. لا 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 جهاز ايه ومخبيه ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. وبعدين ايه السبحه دي كلها؟ سيبك من السبحه دي رايحين نتكلم في السبحه. ردي على الحاجه يا حبيبتي. الجهاز ده جهاز الاختبارات. ايوه كده. انت فاكره ان كل حاجه بالسهل يعني؟ بصي سكي حاجه بعد اذنك. هات شوفي بقى بصراحه يا بنت الناس انا متجوزك بعد استخاره. ايه الكلام اللو ده اللي انت بتقوله يا عريس؟ لو ايوه لو. لو ايه وهاي ايه؟ خليكي انت وانت سايده يا حاجه. وانت بالنسبه لك لوكات مين؟ الفستان ده تلبسيه لما تكوني متجوزه عيل من بتوع الساحل عيال الفورمه اللي بتسقط بنطلونها ويدق تاتو. انما انا نو نو. جرى ايه يا بيبي؟ من امتى وانت كده؟ من الليله وكل ليله يعني عرض مستمر. وانت جاي تتوب على حظي انا؟ ما انت كنت كويس وكنت سامع عنك كلام حلو كتير. كنت كويس وكنت سامع عنك كلام حلو كتير. عمر لا ولا ايه يا حبيبتي والمصحف. لا نو 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 والله ابدا. لا كان كويس كان كويس. انا سامع عنه كلام حلو كتير. سامع لما تبنى الى الله يا ماما تبنى الى الله. استغفر الله العظيم يا رب. اسمعي يا بنتي اسمعي يا بنتي نبقى نستر نفسنا كده بدل ما يبقى في كرسي في الكلوب النهارده. ها قلتي ايه؟ Thank you.
انت بتشوفش. انا اسف اسف، انا اظبطها لك. انا ايه ده؟ انا اللي اسفه. دكتور عوني، انت مش فاكرني؟ معقول انت سما اخت الدكتور عمر؟ ايه خرب عقلك يا سما، انت كنت مخبيه كل ده فين؟ في لبس المدرسه طبعا، امال فين؟ لا بس انت حلوتي قوي، وانت ما بتكبرش زي ما انت. يعني اعتبر ان ده غزل ولا ايه؟ اعتبره زي ما تعتبره، هو الكلام بفلوس. يلا باي باي. البنت بقت خطر خطر قوي. دكتور عوني، دكتور عوني. يا دكتور ساتر يا رب. انا متصل بصحتك من بدري يا عم. ما تستنى استنى. هو اللي اكد علينا ان احنا نيجي، وانا كمان باكد عليكم ان انتوا تيجوا. يا خبر ابيض، اللهم صل على النبي يا رز. ايه الحلاوه دي؟ كل مدى بتحلو عن اليوم اللي قبله. عشتي يا قبله. اياك السامعين يحسوا. عشان ابليس في الجنه. خشي. خشي. زغرتي زغرتي يا رز. زغرتي زغرتي كملت. يلا دي وشك بقيت جوازة مش على كده. بتنكد عليا يوم فرحي وعايزني اضحك؟ وانت لو فضلت كده قلب وشك هيتنكد عليكي العمر كله. ها هي دي الكلمة الحلوة اللي قدرك عليها ربنا؟ امال فين الكلام اللي كنت بسمعه عنك؟ ماضي ماضي، ربنا تاب علينا منه. خلاص احنا تبنا الى الله. بس دي حكي فكري اديني حبيبي. بقول لك يا دكتور، مش ملاحظ ان صفوة وجازي فاتحين خط ساخن مع بعض؟ من مدة كده ملاحظ حوارات ونظرات كملت كمان بمجيئتهم مع بعض هنا. المستشفى كلها بتتكلم. بقول لك يا مطر، يا اخت عمر دي طالعها كام سنه؟ والله انا ما اعرفش بالظبط، بس ممكن اعرف لك. تقريبا هي مطلقه من مده كده. مطلقه ايه يا بني ادم انت؟ انا بتكلم على الصغيره يا دكتور. قلبي مش متوعني اقول لك يا دكتور. كويس، مين اللي كان الرقصه في البرنامج بتاعنا؟ يا هانم يا هانم، انا ماليش اي ذنب. انتوا اخترتوا البروجرام واحنا متفقين على فقرات فقط لا غير. هي هتطلع دلوقتي وبعديها التورته وتلبيس الدبل والبوفيه اخر حاجه. انت بتجنني وتقول لي هي هتطلع دلوقتي؟ مين اللي جابها علشان تطلع دلوقتي؟ حافظ بينها وقوي عم العريس.